بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. يترأس هذه الذبيحة الإلهية في هذا الصباح المبارك سيادة رئيس الأساقفة مونسينيور بيير باتيستا والسفير البابوي مونسينيور أورتيغا وسيادة المطران ويليام الشومالي ولفيف من الكهنة. ويرافقنا أيضا في هذه الذبيحة الإلهية قدس الأب بول الذي جاء خصيصا من لبنان وهو المرشد الروحي للسيدة نبريك. هذه الظاهرة الغريبة التي من مدة 25 سنة في كل يوم جمعة صباح يوم الجمعة يظهر الصليب على جبينها وأثناء الأسبوع المقدس تظهر عليها جروحات السيد المسيح. مناسبة لكي نعمق صلاتنا ونطلب منه تعالى النعم التي نحن وأهل بيتنا بحاجة لها. ايكو لي كوالي ناسكو خطايانا ونندنا لايخا فنكون اخلا للاكامه الاسرائيل المقدسه. انا تعرف لله الفاضل على كل شيء ويحكم ايها الاخوه لاني خطئت كثيرا في الفكر والقول والفعل والاهمال خطيئه عظيمه جدا. لذلك رحيمنا الأخ القدير وغفر لنا نزلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.
نصلي. Grant we pray, Almighty God, that we who glory in the heart of your beloved Son and recall the wonders of his love for us may be made worthy to receive an overflowing measure of grace from that fount of heavenly gifts. Bilmasihi Rabbina. Amen. القراءة الأولى قراءة من نبوءة حزقيال. هكذا يقول الرب الإله: ها أنا ذا أنشد غنمي وأفتقدها أنا، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المنتشرة، كذلك أفتقد أنا غنمي وإنقذها من جميع المواضع التي شتتت فيها يوم الغمام والضباب، وأخرجها من بين الشعوب وأجمعها من الأراضي، وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض وفي مرعى صالح أرعاها، وفي جبال إسرائيل العالية تكون حظيرتها. هناك تربض في حظيرة صالحة وترعى في مرعى دسم على جبال إسرائيل. أنا أرعى غنمي وأنا أربضها، يقول السيد الرب، فأتطلب المفقودة وأرد الشاردة وأجبر المكسورة وأقوي الضعيفة وأحفظ السمينة والقوية وأرعاها بعدل. كلام الرب. الرب راعي فلا شيء يعوزني، في مروج خصيبة يربضني، لمياه الراحة يوردني فينعش نفسي. الرب راعي فلا شيء يعوزني مدى الحياة. سبل الرشاد يهديني إكراما لاسمه، ولو سرت في وادي ظلال الفناء لا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك يعزيانني. الرب راعي فلا شيء يعوزني مدى الحياة. تعد مائدة أمامي تجاه خصومي. الرب راعي فلا شيء يعوزني مدى الحياة. بالدهن تطيب رأسي وروية هي كأسي، طول عمري يتبعني الخير والإنعام، وأسكن بيت المولى طوال الأيام. الرب راعي فلا شيء يعوزني مدى الحياة. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، الرجاء لا يخيب صاحبه، لأن محبة الله أفيدت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. أجل، لما كنا ضعفاء مات المسيح في الوقت المحدد من أجل قوم كافرين، ولا يكاد يموت أحد من أجل مرء بار،
وربما جرؤ أحد أن يموت من أجل امرئ صالح. أما الله فقد دل على محبته لنا بأن المسيح قد مات من أجلنا إذ كنا خاطئين، فما أحرانا اليوم وقد نلنا البر بدمه أن ننجو به من الغضب. فإن تم الصلح بيننا وبين الله بموت ابنه ونحن أعداؤه، فما أحرانا أن ننجو بحياته ونحن مصالحون. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إننا نفتخر بالله والفضل ربنا المسيح الذي به نلنا المصالحة. كلام الرب. هذا المثل قال: أي امرئ منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجيء؟ فإذا وجده حمله على كتفيه فرحان ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه 99 من الأبرار لا يحتاجون إلى First of all, I greet all the excellencies, the priests, and especially all of you who came for this celebration today.
يرحب سيادة المدبر الرسولي بالأساقفة والكهنة وبكم جميعا يا من جئتم لتحتفلوا معنا هذا الصباح. I greet also Nevrik and the company that we came from Lebanon for the blessing of the Saint Charbel shrine. وأرحب أيضا بالسيدة الفاضلة التي أجت من لبنان بمناسبة افتتاح مزار القديس شربل. We celebrate today very shortly, but we celebrate today the Sacred Heart of Jesus. نحتفل اليوم بعيد قلب يسوع الأقدس. At the same time, we will bless the shrine of Saint Charbel. وبنفس الوقت نبارك مزار القديس شربل. And two events are for us a good lesson for our Christian life. وهذان الحدثان يؤثران على حياتنا المسيحية. The Sacred Heart of Jesus is the symbol of love of Jesus. قلب يسوع يرمز إلى حب يسوع لنا. What characterizes the Christian life is the love of God that become concrete in a love within the community. وما يميز الحياة المسيحية هو حبنا لله وحب الله لنا ومحبتنا للقريب. The Christians in 2000 years grow not out of sword, power and so on, but out of the testimony that the Christians gave during all the time. إيماننا لم ينتشر بالقوة والعنف، إنما انتشر بقوة المثال الصالح، مثال المحبة. And when sometimes it happened during the history, we Christians wanted to use the power to show who we are, we failed. وكل مرة إحنا المسيحيين استعملنا القوة لنفرض إيماننا فقد فشلنا. We see the power of God through the love of God. ونجد قوة الله في محبته. Because only love builds. لأن الحب فقط يبني. What does love mean? Love means that the other is more important than me. الحب يعني إني أقدر الآخر أكثر من نفسي. Now in our mentality today we say first me then the others. But the Christian way is first the other then me. عادة إحنا في عقليتنا منقول أخدم نفسي أولا ثم الآخرين. مسيحيا أبدأ بالآخرين ثم بنفسي. The others comes before me means that the children, the parents are more important than me. عندما نقول إنه الآخرين يأتون قبل، معناته كل واحد فينا بده يفضل زوجته أو الزوج والأولاد على ذاته. That I'm ready to give my life for them. وأعطي ذاتي من أجلهم. There is life when someone donates the life. يوجد حياة عندما ننقل ونعطي الحياة للآخرين. All our life is a gift. لأن حياتنا نفسها هي عطية. We didn't give the life to ourselves. لا نعطي الحياة لأنفسنا بل للآخرين. The life is an act of donation of love. الحياة هي عطاء، فعل عطاء. And without love there is no life. وبدون حب لا يوجد حياة. Concrete material life, but also in the relations, in the family, in the community. If there is no love, there is no life. في الحياة اليومية خصوصا العائلية، إذا غابت المحبة غابت الحياة. And you see immediately when you enter in a house if there is love or there are problems. بنقدر نشعر لما بندخل بيت، لما بتدخلوا بيت طوالي بتشعروا من الجو إذا في البيت محبة ولا المحبة غايبة. When I visit a community immediately under a religious community or parish community, immediately I perceive, maybe I don't know anything, but I perceive if there is life where I go or there are tensions. لما بزور رعية أو دير أو أي مكان عام بشعر بسرعة إذا في حياة ومحبة أو في توترات. The devil wants to destroy our Christian life, creating division. الشيطان And the first aggression is against the love. الشيطان عندما يريد أن يدمر الحياة المسيحية والعائلية
يزرع ويبذر الانقسامات. So this feast we are celebrating, we celebrate the love of God and the source of life for all of us. عيد قلب يسوع هو احتفالنا بحب الله الذي ينعشنا ويعطينا الحياة. And we need, we by ourselves, we are not able. We need to be strengthened by the love of God. وحدنا نحن عاجزون، لذلك نحن بحاجة أن نتقوى بمحبة الله، فهي قوتنا. Sometimes we think this is impossible, too high for us. بعد مرات منشوف إنه سقف المحبة أعلى من قدراتنا الشخصية. There are so many problems in the family. Tensions, misunderstandings, and then the work and the job. A lot of is impossible to live in this way. بعد مرات بنشوف إنه مستحيل نعيش وفقا للمثالية المسيحية بسبب المشاكل اليومية من العائلة من العمل. فمنشوف نستسلم منقدرش نعيش زي ما مطلوب منا. And here enters Marcherbel, Saint Charbel. وهنا نبدأ في الحديث عن القديس شربل. The saints, in this case Saint Charbel, show us that to live out of love of God is possible. القديسون يؤكدون لنا بأنه ممكن أن نعيش وفقا للمحبة الإنجيلية. What Saint Charbel did, from a human point of view, he didn't do anything. من ناحية إنسانية ممكن نقول إنه القديس شربل لم يحقق شيئا. He entered in a convent, then spent most of his life in a hermitage, just praying and do some work in the field, nothing more. كلما أنجزه في حياته إنه كان يعيش في صومعة وكان يشتغل أشياء بسيطة في البستان. He didn't build school, churches, nothing. He did nothing. لم يبني مدارس ولا كنائس. ما عملش إشي مبين. But after 200 years, we are still here because of him. ولكن بعد سنوات على وفاته نحن هنا بسببه. So for many other saints, they didn't do anything, but we are still praying and following their life. معظم القديسين لم ينتجوا الكثير من الناحية الظاهرية. ولكنهم مهمون ونحن نطلب شفاعتهم. We don't know anything about the important persons of that time. We don't even know who was the ruler of Lebanon at the time. We don't know the names, but we know Charbel. نسينا من هم العظماء في زمن هؤلاء القديسين، من هم حكام لبنان في زمن شربل، نسيناهم. لكن شربل بقي طافيا على السطح. He lived only out of love of God. عظمته هو أنه عاش وفقا لمحبة الله. The only thing was important for him is to be with him. ما كان يهمه هو أن يبقى ويمكث ويثبت في الله. Nothing else was important. لا شيء آخر كان يهمه. And this love gave him life, and through him many people too today receive life. وهذا الحب هو الذي أعطاه الحياة ويعطينا الحياة. So we are called. We will not become like Saint Charbel, but we need to touch, to see in this example a way to be Christian here in our time. ربما لن نصل لقداسة شربل، ولكن على الأقل نسعى لأن نقتدي بمثاله. I'm sure that even today, despite all the problems, we need, as that time, the love of God. نحن اليوم أكثر من أي وقت آخر نحن بحاجة إلى أن نشعر أننا محبوبون من الله. We need a lot of things in the economy, in the politics, in the families, in the relations, in the schools, in the church. If we make the list of all the problems, it will be endless. إذا منا نسمي المشاكل اللي منعاني فيها يوميا من مصاريف، متطلبات، أجرات، ديون، أقساط، فالمشاكل أو القائمة تطول ولا تعد ولا تحصى.
But we need first, and the problem will remain. والمشاكل تزداد وتبقى. But what we need in our heart, the love of God that will make us able to live despite all these problems. ونحن بحاجة وما ينقصنا هو أن نشعر بمحبة الله لنا التي تجعلنا نتغلب على كل الصعوبات والتحديات. May the love of God and the intercession of Saint Charbel be of help for all of us, for our church and for our families. ليكن عونكم وقوتكم في محبة الله وفي شفاعة القديس شربل. نؤمن بالله واحد. آمين الله الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس المرضي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، فيما نكرم اليوم عيد قلب يسوع الأقدس لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. من أجل كنيسة الله المقدسة التي ولدت من جنب المسيح لكي تكون للناس معلمة للحب وراعية للخلاص إلى الرب نطلب. من أجل رعاة نفوسنا الطيبين لكي يكونوا أشباه المسيح في حب الناس وشركائه في صناعة الخلاص إلى الرب نطلب. من أجل الذين فقدوا بالخطيئة معنى الحياة ويعيشون في سرهم جحيما لكي يعودوا إلى الحب ويجدوا عند الرب رحمة ونعيما إلى الرب نطلب. من أجل أن يعلم الناس أجمعون أن قلوبهم لا تقوى على حبين ولا تتسع لربين وأن يتخذوا المسيح دون سواه سيدا وراعيا وحبيبا إلى الرب نطلب. من أجل أن لا يدعي الناس حب المسيح وهم لا يحبون الآخرين وألا يطلبوا رحمته وهم عليهم قساة ظالمون إلى الرب نطلب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا لكي يحبوا بعضهم بعضا بقلب من عند المسيح مثلما أحبهم المسيح بقلب من عند الناس إلى الرب نطلب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء صاحبة القلب الذي يتسع بالرحمة للعالمين وتعلمنا أن الحب لا يصح إلا بالعذاب وأن الرحمة لا تصح إلا بغير حساب إلى الرب نطلب. يا رب أنت اللي حكيت اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم
واليوم بدنا نطلب منك بشفاعة مار شربل النعم اللي احنا بحاجة إلها. أنت الإله القدير، أنت إله المستحيل يا رب. ما تصم أدانك عن طلباتنا، استجب لدعائنا. لحظة سكوت، لحظة طلب بإيمان. بدنا نصلي بنوع خاص لأجل البتركية، لأجل طلب خاص نطلبه بشفاعة مار شربل وشفاعة أمنا مريم البتول، ونشكر الله على أنه رايح يحققه إلنا. إلى الرب نطلب. ولنرفع العيون إلى الأم البتول ونقول: آمين. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. ربي فيك حبي.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. Look, O Lord, we pray on the surpassing charity in the heart of your beloved Son, that what we offer may be a gift acceptable to you and an expiation of our offenses. بالمسيح ربنا. آمين. رب معكم. ومعك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى الأولى. إنها لدى الرب. لنشكر رب إلهنا. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For raised up high on the cross, he gave himself up for us with a wonderful love and poured out blood and water from his pierced side, the wellspring of the church sacraments, so that, won over the open heart of the Savior, all might draw water joyfully from the springs of salvation. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبتل من اجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكسر فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك خبز الحياة وكأس الخلاص ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك نتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه
كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين وشعبك بأسره. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين ومر شربل والذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة روح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد. وإننا امتسان لوسيلة المخلص واستنادا إلى تلميح لله نتصور فنقول. أبانا الذي في السماء ليتقدس تقطف وامنح سلامك في أيامنا ودودا برحمتك وفتنا من الخطيئة لنعمنا كل تراب نحن منتطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أي رب يسوع المسيح يمن قلت لرسولك السلام استوديكم سلامي أمنحكم لا تنتو إلى خطيانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأولك الوحدة والسلام بحساب مشيئتك أنت الحي مالك إلى تحي الدهور. ليكم سلام الرب معكم دائما. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح. الحمد لله.
خدا حمل الله خدا خمير خطا الألم توب لي المدوينة إلى وليمة الرب يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكن قل كلمة واحدة فترى Thank you.
يا حبيسا في عنايا على الأوراق. Thank you.
معكم. أول شيء بدي أشكر الكهنة، بشكرك أبونا أنطوان. اسمي نفريك فؤاد حبيب، مجوزة، عندي شابين، أكيد أنا من عائلة مسيحية ولكن كانت مسيحية على تذكرتي بس. الرب بيسمح أنه يتدخل بحياتي من خلال لما دخلت بأخوية الروح القدس. يسوع إيميل عدرا بيسمح يحطه مرشد على دربي، الأبونا بول ناهد، وأكيد الكنيسة هي مرافقتني. لما دخلت بأخوية الروح القدس كنت عم فتش على يسوع، ما كنت عم بلاقيه وين ما كان، وكنت اجي على الكنيسة تأجي اني صلي تأحضر، ما كنت اجي شارك. بين الحضور والمشاركة في فرق كتير. علموني اشياء كتير بأخوية الروح القدس، علموني وقت اللي بدك تجي تصلي قربي لقدام، لقطي الكتاب المقدس بإيدك وشاركي. بسنة 1994 ب25 أدار بتتدخل العذراء بحياتي وبتسمح تعطيني رسائل. هلا أكيد بدي لخص ب25 سنة العذراء شو كانت دورة مهم بحياتي. رح جرب قدر المستطاع وصل الكلمة اللي لازم توصل. أكيد العذراء برسائلها لما بتعطينا إياهن بتقول عندي 5 وسائل إلكن إياها: الاعتراف، قراءة الكتاب المقدس، القداس، صلاة المسبحة، والصوم. إذا نحن منعمل هال5 وسائل العذراء شو بدها؟ برسائلها العذراء بتشدد دايماً على المحبة، العيال المفككة نصلي من أجلهم، الشباب اللي عم يتعاطوا مخدرات والبنات، الحشمة، مش بس الحشمة عالتياب، حشمة العين واللسان، كيف نعرف نتصرف ببيوتنا وبعيالنا، وخاصة الأمات اللي صاروا عم بيقلدوا أولادهم. العذراء كتير بتشدد على صلاة العيلة، بتقول إذا كل ليلة بيقروا فصل من الإنجيل وبيصلوا مسبحتهم مع بعض ما يخافوا، أنا معهم. العذراء ولا مرة بتدشر أولادها، هي عطول معهم. خبرتي الروحية كانت دايماً إني صلي. أكيد تغيرت بحياتي، صرت للأحسن. بيكفي إنه يسوع علمني إني حب مثل ما هو حب. المحبة يا أخوتي بتستر كتير عيوب. مهما اشتدت عليكم الصعوبات، إذا شخص ما منحبه نصلي ليسوع حتى نحن نتغير تنحبه، حتى لو هو ما حبنا. ولا مرة العذراء برسائلها بتهين حدا، عطول بتقول انتوا ولادي، انا بحبكن، انا معكن. صلوا من اجل الكهنة، المطارني، الرهبان والرهبات، هودي ولادي صلوا لهم، هني بحاجة لصلاة. ب98 بلشت اتلقى رسائل من يسوع من خلال قربان المقدس. أكيد مش كل يوم بيصير هالحدث، وقت اللي بيسمح الرب. لما بقرب اتناول وارجع لمطرحي بتكبر القرباني، بتصير بحجم غير طبيعي. بعرف انه في رسالة من يسوع، وايام كتير بفوت الخمر بتمي. من هون بعرف انه في رسالة، اكيد بيكون دفتري بجزداني، بتلقى الدفتر وبلش اكتب لانه بيجي صوت يسوع على قلبي.
بسنة 2000 بيسمح الرب نحن برياضة روحية ب15 كانون الأول يكرمني بهالصليب اللي عجبين علم ب15 كانون الأول عليه محرق واضح صليب عقد الأصبع بليلة عيد رأس السنة سنة 2000 الساعة 9 القد بيشق الجرح 9:30 بيتقطب الجرح بصباح 2001 بيشق الجرح 11:30 12 بيوقف 4 بيخطب بقي الصليب ينزف كل يوم على مدة 5 أشهر بسنة 2001 بتلقى رسالة من يسوع كنت بحالة انخطاف بيقول لي بنتي جرحك رح يبقى عقد جروحاتي سألته أدي يعني يا رب عقد جروحاتك بتطلع ايد من قلب النور وبيقول لي 5 أشهر وكل نهار جمعة تشاركيني ألامي وبجمعة الألام أكيد الجرح بقي من أول كانون لأول حزيران كل يوم يشق الساعة 11:30 12 يوقف 4 يخطب بأول حزيران صار يشق الصليب مثل ما قال يسوع الخميس بالليل صباح الجمعة بزمن الألام بشارك بيسمح يسوع يشاركني بألامه كل زمن الصوم وبآخر جمعة بتألم كتير مع يسوع وباخد جروحاته بسنة 2000 بيسمح الرب يكرمني بجرح القلب بال2006 باخد كل الجروحات وأكيد بدي أشكر الرب على كل عطاياه أكيد كلكن عم تقولوا نيالة رح قلكن نيالنا كلنا بيسوع والعذراء اللي عنا هيك بي وهيك أم الرب وقت اللي بيخصص الإنسان بنعمة اوعى تفكروا إنه هو بيحبه أكتر منكن أبدا يسوع والعذراء بيحب أولادهم كلهم مثل بعض ما بيفرق بس يمكن بيحملوا أشخاص أكتر هيدي مشيئته خياتي يسوع دايما بيقول مثل أمه العذراء بتدل على ابنه ويسوع بيدل على أمه العذراء بتقول اعملوا مثل ما عم بيقلكن يسوع بيقول صلوا وردية أمي وما تخافوا المسبحة هي صلة بين الأرض والسماء مهما كنا بمشاكل وبصعوبات حتى بالحرب إذا نحن منقرأ قصص القديسين منعرف أنه بالصلاة وصلاة القلب واتحاد الصلاة صدقوني بيوقف الحرب وكلكم بتعرفوا قدي العالم كله ما رأيت والصلاة هي وقفت الحرب بدي أقول لكل شخص عم يمرق بصعوبات ما تخافوا وثقوا بالله وثقوا بيسوع كنتوا عم تسلموا عن نفريك وقربين قدامكم صدقوني هو أهم من نفريك نفريك هي بس هالفلاش اللي بتدل الناس على قلب الله وقعد تفكروا أنه نفريك قديسي وأنتوا قديسين بتقدروا لأنه إذا كل واحد رح يفتش بقلبه عن النعمة اللي الله عطيها هو بيعرف شو الله عطاه إذا حقيقة بدنا نحكي عن نعمة يسوع اللي عطاها لنفريك نحكي عن يسوع والعذراء منقله ليسوع منشكرك لأنك أنت بحياتنا وعى يا خيات فكروا أنه هالإنسان اللي بقبالكن يسوع حبه أكتر منكن لا يسوع إذا نحن كل يوم نفتح الإنجيل ومنقرأ فيه صدقوني بيحكيكم خذوا كل يوم زوادي إلكن ولعيالكن مثل ما بتقول أمي العذراء عنا كنز صدقوني ما حدا بيعرف
أنا دايماً بشبهه بفارماشية، بصيدلية كبيرة فيها كل الأدوية. إذا كل يوم أنا بقرأ فيه وبقول له يا رب تكلم إن عبدك يسمع، رح يجاوبني. لما أنا بفتح الإنجيل وبحكي معه برجع بقلكن وللمرة الألف قروا بالكتاب المقدس وصلوا ورديتكن وسقوا بالله. بدها تكون عنا الثقة الكاملة شو هي نقول لتكن مشيئتكم ونطبق مشيئته. هين كتير إلكن قولوا لتكن مشيئتك يا رب، بس يا هل ترى عم نقدر نطبق؟ بس بدنا نوثق، وإذا نحن منوثق ما نخاف. بشكركم من قلبي، وصلت لكم مساج صغير من خلال هالخمسة وعشرين سنة، بس حتى ما أتأخر عليكم وعلى الكهنة والمطارني أكيد بعدين اللي بيحب يسألني سؤال أنا مستعد. بشكركم. الله معكم. كلمة صغيرة قبل البركة الختامية من خدمة من سيدنا. أول شيء بدي أشكر الله. أنا أبونا بول ناهل من لبنان، عم رافق نفريك من 25 سنة مرشدة ورعيتي بالبوشرية بأبرشية أنطلياس المارونية. أول شيء بدي أشكر الله اللي سامح من خلال دعوة أبونا أنطون محبته الكبيرة اللي غمرتنا هو وعائلته إنه نكون هالثلاث أيام. أشكر الله على هالدعوة اللي سمحتنا إنه نشارك مع بعضنا البعض مع سيدنا المدبر الرسولي مطران بيير باتيستا، سيدنا القائد الرسولي ومطران ويليام مطران كون وكل الكهنة وانتو هالجماعة الحلوة اللي بتكبر القلب بالأردن حتى نشارك بهالذبيحة. وهيدا أكبر نعمة هي انه ناخد القربان المقدس. بدنا نشكر الله انه بيتجلى بطرق مختلفة بنفريك وغير نفريك، ولكن أنا بدي قلكن إذا ما اكتشفنا الله بالجماعة ما اكتشفنا يسوع بالجماعة ما بنقدر نكتشف يسوع بالعلامات الظاهرة على بعض الأشخاص. كل مرة بتجتمعوا اثنين باسمي أنا بكون معكن، هيدا شرط مسبق تنفهم العلامات اللي بيبعتنا إياها الرب، ولا ما بنفهم أو بنكون ننتقد أو بناخد من روح بطريق غلط بصير نعمل الأشخاص قديسين مثل ما كانت عم تقول نفريك. الأهم أنه نكتشف يسوع المسيح بقلب الجماعة تبعنا، بقلب جماعتكم، بقلب بيوتكم. بدي أشكر الله تالت شيء على القديسين الكبار، خاصة مرشربل. ومرشربل شيء عظيم، يعني شيء عم تسمعوا أكيد أنتوا عنه، قديس عالمي بيتخطى مرشربل العرق والدين والمذاهب، عم يشفي من كل الطوائف بلبنان وبرت لبنان من كل الملل. يمكن كل واحد منا في يعمل هالعجيبة إذا عمل مثل مرشربل أسقط كل الخلافات والتميزات بيناتنا. نحن حابين اليوم للرعية السيدة هون رعية مريم الناصرية نقدم تخير لبنان تتبقى موجودة عندكم هون بقلب هالكنيسة تتباركوا فيها. نحن عم نبارك مع سيدنا المزار تبع مرشربل. هودي دخيل أربع قديسين مرشربل رفقة حرديني والأخ إصطفين، نعطيهم لسيدنا تحتفظوا فيهم. بعد البركة سيتوجه سيادة المطران رئيس الأساقفة بيير باتيستا والمجموعة معه كلنا وانتو كلكم نقوم خلفنا لمزار مارشربل حتى يتم تكريسه. نرجو من الجميع الوقوف لنصلي. May the sacrament of charity, O Lord, make us fervent with the fire of holy love, so that drawn always through your Son, we may learn to see him in our neighbor. بالمسيح ربنا. Amen.
الرب معكم ومع روحك أيضا. بارككم الله القدير لكل شيء، الأب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.